luck. Wish you Subh al Dunya. عرفتي بالسلام ما فيني صور كتير لأنه خاف حدا يشوفني شلون هيك هذا المكان نحن بنمرق منه على الحمامات دائما عندي غبكة وعجقة هون نحن بنخزن المي لأن المي دائما بتقطع عرفت كيف؟ ما بتلحق الشريك تحجز دور للحمام بالاسبوع مره الشريك هيك بنسخن المي هون عندنا خطين بنحط عليهم خطين كهرباء وبنحط بالبرميل مي حتى البرميل حتى يسخن البريد يسخن البرميل كيفك زينة شو اخبارك زينة نحن هلا نقلنا لمركز جديد رح فرجيك المركز هو الحمد لله خلصنا من المركز والشغل في البيت وهذا المركز هون ظلم الدمار مصرين على البقاء والاستمرار واليوم عم نجهز لنخرج الدورات الحمد لله رب العالمين هذه مركز نساء احلى صبايا والله صح هون مريم تعي تخبي حالك مو؟ تخبي حالك مو؟ اطلعي تقعدي؟ تقعدي لك لك لا 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 Sometimes I wish I could be there with her. I wish I could finish the work I started in Syria. We had the same goal, to help women become stronger and more active. We complemented each other. شوي وبلشت الطيارة سلامتك حسبي الله ونعم الوكيل بس وين يا احمد
بحس انه حتى انه بوجودي I feel that just by being here I'm letting down the people there if only I were with them I cook I take care of my daughter but I'm constantly anxious about my friends صباحو لك وينكم لسه ما بتردوا طمنوني عنكم كيف اموركم قال لك مرأة يعني أنا عم بتصل بالكل ولا في حدا عم بيرد ولا في حدا يعني ما في إيش الأوضاع يعني إيش الأوضاع إيش اللي صاير C'est un gâteau au citron. Oui, non, à la noix de coco. À la noix de coco. Oui. Ah ben, dis donc. Ouais. Et puis le lendemain, on a filé. Une minute. Hein. Oui, minute. J'adore cuire de faire. Oui, c'est avec grand plaisir. C'est joli. Ah oui, c'était très joli. Tortue. Elle va agrandir la terrasse, mais c'est plus, ça? Plus on coupe, oui. Plus ça pousse. En fait, c'est... non, non, mais on dira rien à plus rien. D'ici qu'il revienne, ça aura poussé. C'est ça, de toute façon, désormais, les choses qui aillent, vous pensez que dans un mois, même pas des ans, ça coupe plus. Ça pousse plus. Ça pousse plus. Non, c'est ça. Ouais, donc, il n'y a pas besoin de même maintenant. شو صار مع خالة؟ والله ما قدرنا باتصال. خالك صار لنا ثلاث ايام اربع ايام من 22 الشهر ما باتصال ما في اتصالات بيننا وبينهم لانه داعش حاجبين النت عن المنطقه كلياتها. طب فؤاد البكمال بي امبارح امجد حكى مع ربيع. ايه في مو كل الاماكن. ليش شو صاير يعني؟ بدي اختلف هلا امور كثيره. انه شو يعني؟ هلا اول شيء انت كمان وضع جوالك انا بدرت امي شو يعني ما عاد فيني عاد احميك تحت وكلك شريك شلون يعني ما عاد فيك تحميني؟ يعني هلا اذا انت طلبت لا سمح الله صار عنيك شيء قصه ايه انا براني طيب ليش عم طلب انا؟ ما انا عم يعني عم بدفع عليه انا كل جمعه 5000 يا عمري عم تدفع بس كمان العين يعني تحت امور اكله هوا يعني شو يعني بس تدفع زياده
بس وقت انت بدك تدفع بدك تدفع مثل الضباط بدك ترفع لي لحتى انا استفاد وفيهم هلا انا اوعدك اقول لك فيني ادفع اكثر من هيك ما فيني ادفع اكثر من هيك صار صرنا قاعدين تقول على صراف بنك هذا الموضوع يعني شو هلا اذا ما دفعوا اكثر شو يعني شو بكره شو بده يصير بجوز بكره اطلع اخذه شريك هذا المساعد يلي انا عم بتعامل انا وياه هلا سمعت فيه انا عملت لك هذا التسجيل اسمعني A mobile phone is the most precious thing you can have in prison. I'm always trying to collect money to send to him. I also take care of his internet connection. فردة هي يعني فردة بحط فيها الجهاز تمام وفردة بحط فيها الشاحن شاحن السماعات وفي حال مثلا بدهم احيانا يطلعونا برات الغرفة بفوتوا يفتشوا الغرفة كلها فبلبسها برجلي طبعا بدك تلبسها كمان بطريقة فنية بحيث ما تكسر الجهاز اللي بقلبها بلبسها برجلي وبطلع فيها لبرا هيك زرعنا الزرعات وهلا لازم اني ساوي غدا لاولادي رح احط لهم فول شوف هذا الفول هذا الفول زرعته جنب البيت بس قلبي دبلان على الشام بده مي وللاسف ما عندنا مي أسبوع عندي غير أسبوع بحيت لأرجع هلا الدنيا الصبح وش الصبح شباب عم بيصلوا عن
هلا ربع ساعة وننزل. قلت خبرك ايش زهير قاعد قدام الشباك شوف شلون. بدنا نطلع نطلع لبرا ان شاء الله. In her last message, M said they would try again to get out of the province. Then the connection was cut off. Maybe they were arrested. There's no connection at all. Maybe they're in the desert. Maybe they're lost. I don't know what's happened. كيفك خاي؟ هلا اكيد الامان هو اهم شيء انه يطلعوا بامان، خصوصا انه ماما ما بتشوف وهذيك اختي مع بيبيه صغيره. شاب ابو السرفيس خليه هلا يتواصلوا معه وينسقوا مع بعضهم مشان ما يضيعوا بعضهم، يعني بس مشي ولقاهم يعني بين سته لسبعه بده يعدي من هونيك. لا رح احكي. طيب خليهم على دوار سرمدة مقابل الجامع. تمام بعثنا له 6000 يورو. We sent him 6000 euros to get them out with fake IDs. They'll be taking a road used by the Free Syrian Army. It's a military passage. أبوس قلبك حتوني وريف وحوريف حاجتك بقى. أبوس إيدك بس اطلعي بس اطلعي. المحكمة يعني بتحس حالك عن جد انك مجرم، يعني
تفوت على القاعة ما فيك تحكي مع حدا ما فيك تطلع ما فيك تهمس حتى المحامي اللي أنا نازل هو أنا موكله عم بعطيه مصاري ما فيني أحكي معه بياخذك طبعا عنصر الشرطة عنصر اللي ينزلونا تحت بلشوا يضربوه بالعصي بالكبلات شحطوني الله وكيدك شدني من شعراتي شدني هيك ونزلني لتحت وزنزاني ضربني شوف أعلام الكبل لهلا هون أنا معلم على كتافي Two of my friends who sent videos are dead. One was killed by ISIS, the other by a Russian airstrike. They were sending us news from Deir ez-Zor. This here is an ISIS video where they executed journalists. They made him reenact how he worked against them. ISIS filmed him reenacting what he did. This guy was a photographer in the region. He took photos of ISIS in the city and sent them out. They took him there and interrogated him and filmed it like a Hollywood movie. They filled his camera with TNT and hung it around his neck and blew him up. The slightest details of everyday life frighten me. For example, at the barber's, when I see a razor near a neck, I get chills. تتذكر اخر طلعه على بوز الجدي شو ساوينا بامجد بتخورفوني بالحساب مو بتخورفوني بالحساب بتخورفوني بالحساب والله انا طلع المصاري منكم وقت اللي اكلنا ومشينا قلنا له يلا راجعين بس نحكي تليفون اي 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 ماشي بتخورفوني بالمصاري الحمد لله انكم ما طلعتوا اكلتوا بوز الحمد لله قضيت بس على البوز الجدي معلم ترجع هالايام راح ترجع ان شاء الله ما بعرف يعني انا صراحه كلمه ترجع هذا الشعور يعني انا ما هذا كثير موجود عندي لانه يعني تفائل بالخير معلم خليك متفائل بالخير معلم بيوم من الايام رح تفرج يا صاحبي
يعني في امل ولا شو 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 حيكون الترتيب يعني باخر الشهر؟ انا عندي جلسه حكم شفت احد المحامي السناصره فما في حل بالمصاري عم نسوق شغله اللي بيدفع اكثر هو اللي بيطلع اسرع. طب سؤال هذا السمسار شو بده مصاري هاد؟ شو طلب منا؟ انا بعد 4 سنين 5 سنين حبس 8 ملايين ليره يا محمد. 8 ملايين 8 مليون والله العظيم 2 ملايين يا الله. فيك تقدم لي شيء، فيك تساعدني بشيء، بيكون كثير منيح شريك. بس انا والله العظيم يعني بحاجه ان حدا يساعدني، فما بعرف هذا وضعي. I can't say to him, no, it's not possible, it's too much. My family had to pay to get me out of prison. I know this deadly feeling of waiting for someone's help. The Turkish officials discovered the fake IDs. Now they're back and the money is lost. The smuggler won't pay it back because he got them into Turkey. I wish my mother were here drinking coffee with me. With every plant I put in the ground, I pray that she will come and share it with me. I have to get them out by any means possible. لحظة ثواني زبط بس بسم الله يلا بقلي اشتغل واحط له هذا مشان تشوفيني شوفي شطورة مالك كتير 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 شطورة شو كأنه عبا حرقون كأنه عبا حرقون انا لل والله ايش عرفني للفلافل انتبهي انتبهي عليهم انتبهي عليهم هيك عبي لقطوا شوفي طلعي كويس 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 اخف ما اخف يطلع اخف هلا ايش قال لك انت مشان الشبكيه لسه في نزف عندك يعني بعينك ايش قال لك؟ هو كاني في نزف بس بسيط الحمد لله ما كثير يعني بس ما عم بتشوفي فيها ضربني بريت
أعطاني موعد بدي يطلع معاه صار لي أنا ثلاث أسامي أنا بكرة بصلي ثلاث أسامي أيوه بقى كل شهر كل والله ما بعرف شو فيهم هلا هيك صاروا مناح؟ إيه إيه يعني شفتهم شفتيهم؟ لأني ما شاء الله نفسيهم كويس إيه ما اسمهم شي طالعين عندك خضرة بجنينتك؟ بجنينة ايه في شوي في عندي بندورة طيبة كتير هذا فرجيك البندورة ايوه كتير كتير منظرة صار حلو تعي افرجيك اياها للبندورة تعي الله هذا؟ ايه هذا هو شوفي ماما طلعي هاي البندورة طلعي شايفتيها؟ الا حملة لا باكلها انا بطعم جيراني شوفي باكل انا بالجيران شوفي هاي البندورة هي طلعي الله ما احلى ما شاء الله ما شاء ما كثير حلوه حلوه عنا نفس الشيء ايه ايه نفس الشيء ايه ما شاء الله طلعي طلعي انت على الشتله شوفي الشتله انا بزماني ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزلوا يا شباب نزلوا احنا كلهم ماتوا نزلوا نزلوا يا رجل ما ظلنا حدا يا رجل يا رجل من المخيمات على الجبهات يا رجل ما ظلنا حدا والله ما ظلنا حدا She might be alive, but I don't know where she is. She might be. I'm not even waiting for a reply. I'm just hoping to see these two check marks, so I'll know that she arrived somewhere. أخي طيب انت هلا شو طلع معك انت قديش هلا معك مصاري وقديش انت جمعت بس مشان اعرف انا شو احسب هون Central Interchange Station. Please access here the historical city center.
شريك هلا انا المصاري هون اللي معي موجودين حاليا 3 ملايين بدك تقول كامل 3 ملايين الا 3 ملايين بتكملوا هاي 3 ملايين بحكي مع اهلي بأسوأ الاحوال بقول لهم بعطيهم بقول لهم اخي بيعوا البيت خذوا لكم 300,000 روحوا استاجروا فندق لمده شهر عرفت انهم بس انا لا اطلع بحل الامور لا يحل أنا بموضوع المصاري محلول إن شاء الله معية الله ومعيتك يعني من نقيم من هون نحطهم هذا الوقت وهي السنين الطويلة يعني شريك أي فرصة أنت بتشوفها ممكن تمرن قدامك بدك تتعلق فيها تقول ممكن أطلع أحيانا بيصير الواحد فينا بيضحك على حاله لو كانت الفرصة ضعيفة هو بيشوفها لأ كبيرة ومؤكدة كنت امبارح سهران بسمع اغاني وحاطط عم بسمع اصاله مصري هي المطربه السوريه المعارضه كمان بكون احد الضباط ملازم هو عم يعمل هيك دوريه بالجناح مش قال لي شو هي البطيخه اللي عم تسمعها قلت له سيدي اغاني يعني حب وغرام وهي قال مين اللي عم يغني قلت له اصاله قال لي هي الاغاني ممنوعه اوف غنية اسمها لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه شي والله ما بعرف بدك تضحك ولا بدك تبكي لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم نعزكم كده قدام لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم الحب لون احوال كتير وحبكم اغلى بكتير الحب لون احوال أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير